فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي ذكرها أهل هذا الشأن منزلة الحياة، الحياة التي هي ضد الموت، منزلة الحياة. والقرآن العظيم تحدث عن الحياة بمعنيين كبيرين ظاهرين. المعنى الأول مشهور متداول يعرفه المسلم وغير المسلم، وهو الحياة التي هي ضد الموت بالمعنى الوجودي للكلمتين. يعني تبسيط هذه العبارة، الحياة اللي كل الناس كيسميوها حياة، ما دام الإنسان حيا لم تفارق روحه بدنه فهذه حياة. والموت حينما يموت الموتة المعلومة التي يفنى بها بدنه ويبلى ويدفن، هذا المعنى العام الذي يؤمن به المؤمن والكافر، حتى الكافر كيأمن بهذه المعاني، فلذلك هذا أمر مجمع عليه، الكافر يفرق بين الحياة والموت بهذا المعنى العام أقول. والمعنى الثاني هو معنى خاص بالمؤمنين ولا يعرفه الكافر، وقد يضل في تحقيقه الغافل من المسلمين، وذلك حياة القلوب، حياة القلوب. والحياة أيضا بهذا المعنى ضد الموت، الموت موت القلوب، ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أن هذين التعبيرين الحياة والموت الواردين في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمعنى الثاني المتعلقين بحياة القلب وموته، ينبغي أن ننتبه إلى أنهما لفظان حقيقيان لا مجازيان. شحال من واحد كيسحب له يعني الحياة غير لما نقوله القلب الحي أو قلب ميت، يعني غير كلام كنشبه به، لا بل هو كلام حق حقيقي ينبئ عن حقيقة واقعة. فالقلب قد يموت وقد يحيا، قد يموت مع حياة البدن، البدن ها هو حي والقلب ميت، وقد يحيا مع حياة البدن، فيكون الإنسان حيا بمعنيين. ومشكلة المسلمين اليوم أنهم غفلوا عن هذا المعنى، فقصد كثير منا تحقيق الحياة بالمعنى الوجودي، نطلب الحياة بالمعنى الوجودي بمعنى أنه يعني نبقوا في الدنيا، ماشي بمعنى حياة القلوب التي سنفصل فيها ما يسر الله الليلة. ومع الأسف هذه الرغبة هي رغبة الكفار، وهذا موطن الداء في حياتنا النفسية والجماعية. نحن المسلمين اليوم رغبة الكفار بنص القرآن، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هذه الرغبة ديال اليهود والنصارى والمشركين جميعا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الحياة بهذا المعنى أمر قدري اللي مكتب لك ربي تعالى تعيش في الحياة الدنيا، راه مكتب لك لا يزيد ولا ينقص، فالحرص عليها عبث. يبدأ الإنسان خايف ورفض الهم لطول عمره أو قصاره، رفض الهم الأمر اللي ماشي شغله وما كاينش شي محنة في الدنيا، قد ترفض الهم الحاجة اللي ماشي شغلك، لأنه تكليف ما لا يطاق. والله عز وجل رفع عنا في شريعتنا تكليف ما لا يطاق. أما الهم اللي خصنا نرفضه هو هم الحياة بالمعنى الثاني، حياة القلوب، وهذا المعنى كثير في القرآن، وطالما نبه عليه القرآن العظيم في مواطن عدة، ونبهت عليه السنة النبوية المطهرة. من ذلك قوله عز وجل أفمن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا، ليست الموتة الوجودية البدنية بل موتة القلب، الكفر أو الضلال، العمى. والإحياء هنا إحياء القلب بالهداية، ولذلك هذا العمى الذي يصيب كثيرا كثيرا من المسلمين اليوم، عمى، عمى البصائر، سببه ضعف الحياة في القلوب أو انعدامها بالمرة، نسأل الله العافية. ولذلك النذير القرآني لا يستيقظ به إلا من كان حيا بهذا المعنى القلبي، لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، إن هو إلا ذكر
وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في هذا التعبير ما يسمى في علم الأصول بدلالة المقابلة. كان فهموا هادي بهادي يعني بالضد ديالها وبضدها تتميز الأشياء. لتنذر من كان حيا قال ويحق القول على الكافرين. علاش ميتين؟ هذا المعنى. من كان حيا سيصغي إلى النظارة، أما الكافر فهو ميت، ميت القلب، ماشي بالمعنى ديال موتة البدن الوجودية اللي هي حق على كل البشر، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا عام ويؤمن به الكافر والمسلم سواء، ما ينكروا غير شي واحد اللي حمق فقط من الكفار أنفسهم. أما الحياة الروحية، حياة القلب الحقيقية والتي بمقتضاها يصغي المسلم إلى كلام الله ويستشفي به، كيبدأ يعالج نفسه به كما تستشفي الأرض الجدبة بماء الغيث. الله عز وجل أعطانا في القرآن أمثلة كثيرة متعلقة بالنبات والإنبات. فيما سبحان الله العظيم تكلم الله عز وجل على حياة القلوب أو حياة الأبدان بعد الموت، إلا وكيجيب لنا المثال ديال النبات، وهو مثال مهم جدا في بعث الإنسان بعد موته وفي بعث القلب هنا في الحياة الدنيا. يعني مثال مهم جدا في الحياة بالمعنيين بجوج، بالمعنى ديال الحياة حياة الأبدان، وبالمعنى ديال الحياة حياة القلوب والأنفس. وكما أن الله ينزل ماء المطر فيحيي الأرض بعد موتها، فكذلك ينزل الوحي فيحيي القلوب بعد موتها. قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه الآية هي الساروت ديال اللي خصو شي حاجة في النفس ديالو ما بغاتش تريقلو، ونحن جميعا في حاجة إليها، صالحنا وطالحنا، سابقنا ولاحقنا، في حاجة إلى هذه الآية، إلى إعمالها في أنفسنا كل يوم. هي الساروت وعجيبة ومتفردة في القرآن، ما كاين شيء بحالها في القرآن الكريم، لأن فيها يسمي الله عز وجل القرآن روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو القرآن. وهذا شيء مهم جدا، لأنه كيحط لنا لد ديالنا على الطريق وعلى الزر البطونة ديال الضوء باش تشعل ويضوى المكان وتولي النفس ديالك مبصرة كتشوف الحقائق القرآنية التي بها تبصر نفسك. النفس ديال الإنسان كل واحد فينا عنده فيها مشاكل، كيلقى راسو معجاز تعبان، يلقى راسو يتأخر على الصلوات صلاة الفجر أو ينقطع عنها، أو تميل نفسه إلى الشهوات والحرام وهو ما بغيش، هو لا يريد أن يكون فاسقا ولا مجرما، ويريد أن يكون من العابدين ومن السابقين ومن المحبين لرب العالمين، لكنه يجد نفسه أنه لا يستطيع، ضعيف، ويحاول ثم يسقط ويحاول ثم يسقط. عندك شي مشكل تماما بحال الموتور ديال السيارة، إلا كتحركو ما يبغيش يتحرك، كتديماري ما كيبغيش يديماري، شي مشكل كاين، أو يمشي ويسكت، شي مشكل كاين. فكيحتاج إذن إلى إنارة، خصك واحد القدرة ومعرفة بأجزاء تلك الآلة والتفاصيل ديالها باش تعرف المشكل فين كاين بالضبط. فإذا عثرت عليه سهل الحل. أصعب مراحل العلاج الطبي في الأبدان التشخيص، يعني يقول لك الطبيب المرض ها هو، من اللي كيتلقى المرض بعد ذلك كيكون 50% ديال المشكل أو أكثر قد حل، مشكل كبير إذا الأطباء ما استطعوش يشخصوا المرض ما عرفوش. وكذلك الأنفس وزانها كالأبدان سواء، لأن الذي خلق النفس سبحانه هو الذي خلق البدن. فإذا المطلوب مني ومنك حينما نجد علة ما، كنلقى واحد الأعراض مرضية في أنفسنا، نقلبوا على الأسباب. هذه الطريقة ديال العلاج ديال النفس.
الأعراض المرضية في الأبدان مثلا سخنة، سخنة كما يقول الأطباء ماشي مرض، هي نتيجة ديال شي مرض كاين. فاللي طلع له السخنة راه ماشي المشكل ديالو هو السخنة، شي حاجة عنده سببت له السخنة. فكذلك من تأخر عن صلواته وأدخل بعضها في بعضها، أو انقطع عنها، أو زنى، أو سرق، أو كذب، وهو يكره الكذب لكنه يكذب، عنده شي حاجة ناقصة، واحد البياسة عنده خسرة ستبدل. هذه الآية مفتاح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري يا محمد، يعني عليه الصلاة والسلام، ووجدك ضالا فهدى. هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان حاير كيقلب على حقيقة الرسالة وعلى حقيقة الوجود قبل ذلك، خصو يفهم بعدها، يعني كيقلب يفهم الكون كيف شنا هو، من ربه وكيف أمره، ما بدؤه وما غايته. ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الأمور عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ما كانتش عنده حتى بعث. وقلنا مرة أخرى بأن هذه الكلمة ديال البعث في القرآن الكريم هي من أعظم الكلمات اللي بها يمكن نوصله احنا المسلمين بعد ذلك إلى إحياء أنفسنا، لأن كلمة البعث فيها جوج ديال المعاني كبار، معنى ديال الإرسال المبعوث، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي نرسل، وفيها معنى ديال الإحياء للموات، فأماته الله 100 عام ثم بعثه أي أحياه. وأيضا الإحياء بمعنى إحياء القلوب وإحياء الإيمان، فلما تبعث عليه الصلاة والسلام كان ذلك بمثابة إحياء له بعد موات. وكذلك أوحينا إليك روحا، ما زال كنتكلم على الروح القرآن. ها هنا سر عظيم يجب أن نسعى إليه ونسير. إذا كان القرآن روح، فما الروح إذن؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح الذي به حياة الأبدان، الروح اللي به كتحيا الأبدان، فجاء القرآن الكريم بالجواب: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أمر ربي، الأمر هذاك الروح ديال الأبدان اللي به حياة الأبدان، والقرآن نفس الأمر، قال فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا أي من أمر ربي. فمصدرهما إذن واحد، الأمر إنما أمره، وهذا الأمر كنه مجهول، ماشي معروف للإنسان، ولا يستطيع عقله أن يحيط به، ولكن يستطيع أن يستفيد منه. ما تقدرش تعرفه، ما تقدرش تلمسه، ولكن يمكن تستفد منه وتداوى به. أمر الله الروح يرجع إلى اسمه سبحانه وتعالى، من أسمائه الحسنى الحي، ولذلك كان الحي القيوم في سياق الاسم الأعظم، الاسم الأعظم في آية الكرسي وفي أوائل سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعجيب هذا الاسم وهذا الصفة اللي كيعطيها هذا الاسم، فهو اسم وصفة لله سبحانه وتعالى، اسم له من أسمائه الحسنى، يتسمى به، سمى به نفسه عز وجل، فهو الحي، وهو حي لا يموت. وهذا الاسم حقيقة في ذات الله، لكنه في غيره، في غيره ممن سواه وما سواه عارية، يعني مسلف. أنت حي، هذاك حي ديالك أنت غير مسلفة مش ديالك، لأن الحي وحده إنما هو الله. علاش قصنا نشوفه هادش، نقلبوا عليه نشوفه، لأن احنا محتاجين له في منزلة الحياة، عسى أن نحيا، وإنما نحيا إذا حيينا بالله. حياة القلوب كحياة الأبدان، هذيك يسألونك ويسألونك عن الروح حياة الأبدان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا حياة القلوب، هما بحال بحال، قلنا لأن المصدر ديالهم واحد، من أمرنا من أمر ربي، أو من أمر ربي مصدر واحد الأمر.
وهذا شيء مهم جدا في معرفة الطريق التي نسلكها إلى الله عز وجل، ونخرج من ضعفنا وسجننا، لأن كل واحد مننا مسجون في الذنوب دياله وفي الضعف دياله محبوس، ويريد أن يتحرر منها لينطلق حرا في عبادة الله عز وجل. قلت هو سر عجيب من أسرار الرب العظيم، الحياة سر، ولذلك الإنسان كيعجز عن وصف هذا السر، ولكنه يجد له آثارا، كيعرف بالآثار دياله. ما الفرق بين الجسم الحي والميت لحظة المفارقة؟ كان بقوا جالسين حدا الإنسان من أقربائنا أو ممن نعرف أو ممن لا نعرف، هو كيتكلم حداك شوية مشى، عجيب كيف حصل ما حصل، وشي حاجة زعما خسرت له في الجسم ديالو ومشات الروح. هذا اللي كيقولوه المادة. اش كنقولوا لهم؟ كنقولوا لهم بقول الله ذلك مبلغهم من العلم، تما حدو كيشوف هو غير الميكانيك ديال بنادم، لا يظهر له ما وراء ذلك. ولقد سألنا بعض أصحابنا من الأطباء، أطباء الأبدان، وأخبرونا بأنهم لاحظوا حالات عجيبة بالنسبة إليهم يجب أن تموت. هكا كيقولوا، شحال من خطرة كيقول هذا الطبيب، كيقولوا هذا غير ردوه للدار، بقات له واحد 3 شهور ويموت، كثير هذا الكلام يقوله، ثم يحيا بعد ذلك، يحيا ولا يموت. ثم أيضا يشخصون حالات من الموت لا يجدون له سببا، يقول لك هذا ما خصوش يموت لأنه ما خسر له والو في الجسم دياله. طيب هذا الذي يتحدث وهو حي ثم يسكن من بعد ما يموت، ما الفرق بينه قبل أن يموت وبعد أن يموت؟ أين ذهب وعيه الذي كان معه قبل قليل؟ هذاك الإحساس دياله بالحياة اللي كان دركوه منه، كنا ندركه منه، أين ذهب وأين رحل وأين هو من هذا البدن؟ الحياة سر، ولا يملك الإنسان أن يأتي بها ولا أن يذهب بها. حتى واحد ما قرر يحيا نهار حيا، وحتى واحد ما قرر يموت نهار مات. والحياة بطبقاتها درجات، حياة الإنسان طبقة، وحياة الحيوان من البهائم طبقة درجة أخرى، وحياة النبات، النبات رحي طبقة، ويصعب جداً أن ندرك هذه الطبقات فهي أسرار. المؤمن يؤمن لأنه يبصر، كيشوف هذه الحقائق. ما أعجب حديث البخاري في نواحي الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة في البخاري مشهورة من الصحيح الثابت، أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده واحد المنبر ما صوبوش النجار غير الطرف ديال الشجرة، النخلة، الجدر ديال النخلة، قطعينه وحطينه للنبي صلى الله عليه وسلم في الجامع ملي كيبغي يخطب الجمعة أو غير الجمعة، لأنه كان كيخطب الجمعة أو غير الجمعة، يعني فين ما بلو يوصل للمسلمين شي حاجة كيطلع فوقه، كيطلع فوق هذاك العود بحال هذيك القرطة اللي عند الجزار، لا أقل ولا أكثر، وليست بذلك الطول، صغيرة. فكر كيطلع فوقها النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المسلمين. حتى جاءت امرأة ابنها نجار فاقترحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له كرسيا أو منبارا، وصنع له واحد الكرسي فيه 3 ديال الدرجات. حينما غادر النبي عليه الصلاة والسلام الجذع ومشى للمنبر الجديد يخطب عليه، خرج من بيته عليه الصلاة والسلام، الباب ديال الدار كان عنده للجامع بيت عائشة وما زال بمكانه اليوم حيث دفن عليه الصلاة والسلام، خرج منه فمر على جذع النخلة، داز على ذاك الجدر ديال النخلة هو الأول، عاد داز للمنبر، غير هو ذاك طرف ديال النخلة ما طلعش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاه داز للآخر، فصار ينوح ولا يبكي يصدر نواحا عجيبا، فرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، عاود رجع له النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، شدوا بحال كما يشد الإنسان الدري الصغير، فجعل يهدهده، كيسكتوا حتى سكتوا وطمأنوا وخلاه. طيب هذه معجزة متفقين، ولكن تدل على شيء، على أن هذاك الجذع حي ماشي ميت. صحيح هو شنو هو الفرق بينه وبين حالة النطق؟ حاجة واحدة، أنه حينما نطق إعجازا، يعني الله عز وجل أعطى ذلك النطق لرسول الله عليه الصلاة والسلام معجزة صدر عن ذلك الجزء، ولكن قبل ما ينطق واش ما كانش ينطق، كينطق لكن لا تفقهون تسبيحهم،
الله عز وجل جعل طبقة من الحياة لكل حي من الأحياء. الجبال لها طبقة من الحياة ليست للنبات. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإبكار. كيف يسبح الجبل إن لم يكن عاقلا؟ كيف يخشع الجبل ويخشى إن لم يكن له قلب؟ بالمعنى النفسي الكلمة قلب، ما تقلبش على قلب تحفر الجبل غتلقى قلب، مستحيل. ولكن قلبه النفساني، كما أن لك قلبك النفساني أيضا. لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يخشى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الحياة طبقات ومصيبة. أن الله عز وجل أعطى أعلى رتب الحياة من سكان الأرض أعطاها للإنسان، قلت مصيبة لأنه مع ذلك يزل، تكتولي الحجرة خير منه، يزل إلى أدنى طبقات الشعور والوجدان والحياة حتى يصبح أضل من الأنعام وأقل إحساسا من البهيمة. بهيمة، وذلك هو الموات، من اللي كيموت القلب ديال الإنسان. إذن مشكلتنا أننا نعاني من أمراض تؤدي إلى موت القلب، ونحتاج إلى علاج، ونحتاج إلى إحياء، إحياء أنفسنا وأسر ديالنا والمحيط اللي داير بنا كله. لأن المؤمن له رسالة، هو بعث في أمة بعثة، الأمة الإسلامية كلها أمة بعثة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هاد الشهادة لا يمكن أن تقع من الموتى، ما يمكنش. كيف يشهد ميت على ميت؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. حيا، حياة القلب. وقلنا مرة أخرى هاد حيا ماشي المعنى ديال الحياة الوجودية، لأنه لو قدر ذلك التقدير لحكمنا على القرآن بقلة الفصاحة، وهو ليس كذلك. يعني المعنى هذا الكلام، لو يعني القرآن ما فيه شي كلمة واحدة زايدة، اش معنت ما فيهش كلمة واحدة زايدة؟ يعني ما عندهاش دور، ما فيهش تحصيل حاصل، كل لفظة فيه تحصل ما لم يكن حاصلا، كتعطيك معنى ما كاينش وانت مازال ما فهموش ومازال ما لقيتوش، فكتعطيه لك الآية. وإذا افترضنا أن قوله عز وجل لتنذر من كان حيا يعني مازال ما مات دخل القبر، هذه بحال هذيك الهضرة ديال بلداء المناطق اللي كيقول لك قل لي شنو في قبي نعطيك منه عنقود. هو طبعا انت قلت لي، راه قلت لي اش كاين. لأنه كيف يعقل في كتاب الله أن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سير هذا القرآن جيب به الناس ووصلوا للناس اللي حيين، وطبعا هو غادي يقدر يوصلوا اللي ميتين، اللي ماتوا راهو ماتوا. ولذلك هذا تحصيل حاصل هذا المعنى، ولكن قال له غادي تخاطب به اللي القلب ديالو بقي حي، مازال ما مات قلبه. والقلب الميت هو الذي فقد الإحساس بالحياة، عايش ولكن بليد، ما عنده إحساس بالحياة وبقضايا الوجود اللي داير به وبالبصائر اللي كتضوي عليه كل يوم من حوادث الزمان التي تقع في نفسه وفي الإنسان وفي الكون وفي كل ملكوت السماوات والأرض. ما كيشوف والو، أعمى البصيرة. فهذا الذي لا يصله شيء من خطاب الله مسدود، مسدود في خطرة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مسدودين. ولكن اللي فيه بصيص من الحياة غادي يشم الريحة ديال القرآن الكريم ويبصر النور ديال الله عز وجل المنبعث من خلال آيه العظيم، الآيات ديال القرآن، ويسرع بعد ذلك باحثا ويفتح قلبه كامل لكتاب الله ولمياهه تحييه. قلنا قبل كما أن الأبدان لا تحيا إلا بالله، فكذلك القلوب لا تحيا إلا بالله. فحياة جميع الخلق بهذه الطبقات اللي بينت من النبات والجماد وكل الأحياء حياة عارية، قلنا مسلفة، الله عز وجل وحده دون سواه حي بذاته سبحانه وتعالى. اللي اعطاه الحياة من عنده راح حي، واللي سلبوا الحياة وقلعها له راه ميت.
ولذلك فهو سبحانه وتعالى حينما يقضي الساعة يسترد كل طبقات الحياة، يجمع كل شيء من أنوار الحياة وأرواح الحياة ويردها لعنده. ولذلك نقول إنا لله، إحنا ديول الله من عنده جينا، فحياتنا من حياته سبحانه، حياتنا عارية، وحياته هي الحياة الحق. إنا لله وإنا إليه راجعون، نرجع إليه سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك كان من أسمائه الحسنى الباقي، عجيب، الباقي، كل شيء يفنى. هذا الفناء ماشي يعني انت تصور باللي راه يعني الأرض غادية تأكل الأبدان والأشجار والحيوان، هذا حاصل، ولكن هذا الظاهر ديال الفناء. أما حقيقة الفناء أن النسمة ديال الحياة، النسمة ديال الحياة، القطرة ديال الماء ديال الروح اللي عند سائر طبقات الأحياء كترجع للمصدر ديالها، ترجع لعند مولاها، فهو يسترد ذلك كله ويقبضه، يقبضه سبحانه وتعالى. فعجيب، كل حاجة تخيلتها أنت في الأرض، في السماء ولا في الأرض، في التراب ولا في الماء، حية، سمكة، نملة، طير، اللي بغيت، راه فيه واحد النقطة ديال الحياة عطيها له ربي وحطها له كيما بغى وفاش بغى سبحانه وتعالى، فيما أراد وكما أراد، وبها سبحانه وتعالى حكم عليه. هذه النقطة اللي هي الحياة جاية من عين واحدة، هي الحي اسم الله عز وجل، من ثم جاية. فهذه الكثرة الكاثرة من سائر المخلوقات من الأحياء موئلها ومرجعها واحد، هو قل هو الله أحد، أحد سبحانه وتعالى. فخلقه كلهم عالة، عالة، وهو سبحانه وتعالى يعولهم عالة، ماشي غير يعني خصهم يأكلوا ويشربوا، هو راه كيوكلهم ويشربهم، صحيح هذا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن أخطر من هذا، أخطر منه وأدق وأعظم عالة في الحياة، شوف شحال الإنسان تجيه الرهبة من اللي تخيل واحد المثال بسيط، وهو أنه عافان الله وإياكم شي واحد خسر له القلب دياله، صافي مرض، ما بقى الصلح للاستخدام والاستعمال، شكون قادر، شكون قادر من الخلق يسلفوا قلبه؟ طبعا يعني القلب ما كيتسلف، أتحيد الواحد يعني صافي راك فضيت معه. ولذلك تزرع القلوب، قلوب الذين ماتوا بحوادث السير عافان الله وإياكم أو شي من هذا القبيل، وكيبدأ الإنسان حس بأنه عايش بقلب غيره، أو كيديروا قلب آلة ورفض الهم لديك الآلة، عندها تخسر، عندها تسكت. قلت اللي خلعوا هذا الشيء خصو يبصر، يطل، يشوف الحقيقة دياله، هذه الدقات والنبضات التي تنبض في قلبك الحي الحقيقي اللي أعطاه لك ربي سبحانه وتعالى من عنده، هادوك الطرقات، هادوك الدقات بالوحدة بالوحدة كيعطيهم لك ربي سبحانه وتعالى كل لحظة، كل يوم يمدك سبحانه بالحياة. فعجيب كيف الإنسان ما يخافش فعلا أن اللي كيعطيه هادوك الخفقات راه غيجي واحد الوقت يقول له بارك عليك ويحبس عليه، يقطع عليه هذيك الخفقات التي هي خفقات الحياة. وهذيك الوقت جاية أيها المؤمنون، والله لو أبصرنا في أنفسنا حقيقة وتبصرنا لا أدركنا بل لا رأينا، تشوف بعينك اللي أعطاك ربي، أنك تفني ما أعطى الله لك، راك كتساليه، تفنيه يعني راك كتستغلو، أعطاك ربي واحد الرصيد، واحد الحساب، واحد العدد، كذا وكذا، واحد الرقم من عدد الدقات، ما غاديش تزيد دقة واحدة، دوك الدقات ديال القلب محسوبين، ما تصورش ويسحاب لك باللي راه هما كيضربوا، كان يعني من اللي خفقوا الخفقات الأولى وأنت جنين في بطن أمك حتى تكون الخفقة الأخيرة عند خروج الروح، وراه داك الشيء ما محسوبش، بل محسوبين، لا تزيد ولا تنقص ولا خفقة واحدة، ولا وحدة تزيدك ولا وحدة تنقصك، محسوبين. فإذا كان ذلك كذلك، يعني أن هذه الحياة التي هي حياة الأبدان عارية، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيها
والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبضها، فكذلك حياة القلوب. وصرح الله عز وجل في القرآن أنهما واحد من أمرنا من أمر ربي. إذا كان هذا المنطق القرآني واحد فالأمر إذن سهل، سهلون لمن سهله الله عليه وبصره حقيقته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكذلك أوحينا إليك روحا، القرآن روح، هذا الروح يحيي الله به القلوب، ما فيها شيء شك. سيقول قائل واو من الناس كيقرأوا القرآن وميتين قلوب جامدة، ولكن نقرأوا الآية، كيف يحيي الله القلوب بالقرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قلب على النور، ابحث عن نور القرآن في كل آية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، كيف؟ بتبصيرهم، بتبصيرهم بالآيات، تبصيرة، تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصيرة أي أن آيات الرحمن في القرآن وفي الأكوان، هذه الآيات هي مبصرة للعباد. حاول تحفر في النفس ديالك الداخل، راك مردوم بحال البير المردوم ما يمكنش تطلع الماء، احفر. البير ملي كدوز عليه مدة كيهرب له الماء ديالو ولا كيتردم، كيجهروه ويفقروه ويطلعوا له التراب ديالو ويتقبوا للحصول على منبع الماء. أنت وأنت كل منا، كل منا البير ديالو فيه الماء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، خصك تحفر. الدنيا يوميا كتغطي وكتردم، كتردم الأنفس وتردم الأرواح وتلطخ القلوب. ومطالب المؤمن بأن يقوم بعملية تنقيب عن مصدر الإبصار. عندنا واحد جلالة، جلالة في الأعين ديال القلوب ما كتخليناش نشوفه، خصنا نقوم بإزالة ذلك. اختلي بنفسك، هرب، هرب من أسرتك ومن مجتمعك، فر إلى ربك، ففروا إلى الله، هرب وعيش لحظات، قلب على نفسك، في نفسك أنت من وماذا تريد. مطلوب منا أيها الإخوة باش كل واحد يقلب على نفسه، هو شكون واش باغي. راه في غمرة الحياة اليوم وغدا والخدمة والشغالات ولا قلت الخدمة، الناس راه كينساو رؤوسهم، وكنبقاو عايشين لغيرنا وكنساو رؤوسنا. كيفاش عايشين لغيرنا؟ ماشي بالمعنى الإيجابي، بالمعنى السلبي. مسمار لاصق في واحد الآلة والآلة كدور، صافي. هكذا يعيش الإنسان المبلد الإحساس. قل إنما أعظكم بواحدة، هذا الكلام قالوا الله الكفار، الكفار كفار قريش. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. لا شسدي قعنا رفض هذه الهموم كلها ديال جمع جمع أو ديال تخمام في الأمور التي ما قدر الله أن تكون. ورحم الله ابن عطاء الله الإسكندري في واحد الحكمة من حكمه العطائية، كيقول ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه. ما كاينش شي جهل قد هذاك اللي بغي يخرج في واحد الوقت واحد الحاجة اللي ربي ما خرجهاش فيها. واحد بغي يطلع واحد النتيجة وبغي يحقق واحد الحدث ولا واحد الأمر وقته ما زال ما جات. فكذلك أمر الله في العباد، مطلوب أن تمد يد السبب، خدم واشتغل وتحرك، ما طلعتش ما جاش وقتها. والمشكل ديال الناس أنه هاد الأمور أنه خصو يوقت الحاجة اللي ما جاش وقتها دابا، يلهيهم عن إبصار أنفسهم. خليك تشوف نفسك وتشوف مشكلاتك الباطنة التي لا تدعك تبصر حقيقة وجودك وحقيقة الأشياء من حولك وحقيقة الحياة والموت. مرة اثنين ثلاثة ما تيسر لك غادي تولي بإذن الله عز وجل تبصر. أول حاجة تديرها سير قرأ القرآن، وكن على يقين بأن القرآن آنئذ سيعطيك بعض نوره. الآيات تولي تشوف فيها الضوء، عاد البارح كتقرأها ما كتشوف فيها ولو، فإذا بك تبصر شيئا.
تبصر شيئا. وكذلك أوحينا إليك روحا، بحال هذيك الأرض الجدبة يا بسقحطة طحت عليها الشتاء ما نبتتش، ملوثة الأرض ملوثة، خصها شتاء وشتاء 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 ليتم تطهيرها وجرف ما بها من تلوث، حتى إذا طهرت التربة أنبتت، لأن الماء بإذن الله كينبت. فكذلك القرآن كينبت، أش غينبت؟ ينبت لك الإحساس بالحياة، فتدخل مقام الحياة أو منزلة الحياة وتولي تقرأ القرآن وتبصر حقائقه، وآنئذ تحيا بالله حياة القلب، وعمرك ما تخاف بإذن الله من سقطتين أو زلتين أو انحراف أو ضعفين في الدين أو لين. علاش؟ لأنك تستمد الحياة من رب الحياة، وتستمد الروح من رب الروح. بين يديك كتاب الله معك تشرب منه كلما أحسست بالحاجة، وحاجة المؤمن إليه لو أبصر دائما. ولذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك قراءة القرآن ولا يوما، ديما مع كتاب الله عز وجل، لأنه مع الحياة يستمد منه روحا لقلبه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وتولي الذوق ديك الساعة حلاوة الإيمان، ذوق وتذوقها حقا ماشي كناية ولا مجازا، ذوق حلاوة الإيمان. ولكن جعلناه نورا، وتولي تشوف بالقرآن حل سبحان الله درت نظارات وقد كنت أعشى حسيرة ما تشوفش مزيان كأنك لبست نظارة، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فاطرق باب القرآن بقلب فقير إلى الله، يفتح لك الله عز وجل أبواب الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.